ازاي اعزف بيز حلو. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم. احنا المرة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نلعب خط بيز بسيط، اللي هو بنمسك الروت او الجزر بتاع كل كورد وعزفه. النهاردة هنعمل تجربة عملية على ايه هي النقط اللي بتخلي الجيتار البيز حلو في الفرقة، وايه هي النقط اللي بتخلي البيز جيتار وحش في الفرقة. اول نقطة مهم جدا انك تمسك الاساس بتاع الكورد. يعني انت لو لقيت الكورد مثلا دو 7 مش عارف ايه، او ري ماينر 7 فلاتت 5، ما تمسكش اي نوتة تانية من نوت الكورد غير نوتة الاساس، غير نوتة اساس الكورد. ليه بقى؟ الراجل اللي كتب الهارموني دوت كتب الالات كلها اللي بتقدر تميز الميلودي كويس، الودن بتاعت الانسان، كتب لهم كل الامتدادات بتاعت الكورد ده في الثالثة والخمسة والسبعة والتلاتاشر والاربعتاشر. الالات دي بتعزف العادية، دي الالات بتعزف الامتدادات بتاعت الكورد دي. فلو انت شاركت الالات ديت في الامتدادات دي انت هتسيب اساس الكورد، الناس هتحس ان البيس فاضي، والناس هتحس كمان ان الكورد فيه حاجة مش مظبوط. انت مسيطر على الكورد، نوتة بيز جامدة جدا مغطية على كل حاجة تانية، فانت بوظت كده خالص الرسمة بتاعت الهارموني اللي الراجل اللي رسمها، الراجل الموزع او الراجل المؤلف وزع توزيعة هارمونية معينة، انت بوظت له خالص، عملت تنطط انت على الكوردات. فانا لو انا عندي الكورد مثلا C minor 7 flatted 5 و D 7 augmented مش عارف ايه، امسك اساس الكورد C و D ببساطة كده من غير اي لف ولا دوران. دي اول نقطة. تاني نقطة، الرغي كتير. مفيش رغي كتير خالص، اوعى ترغي بالبيز. البيز آلة وظيفتها تربط الايقاع بتاع الدرامز اللي هو الجاف دوت بالالات الهارمونية زي الجيتار والبيانو والكيبورد والحاجات دي وصوت المطرب. فما تجيش انت بقى تتخانق معاهم في مين يرغي اكتر. ما انت لو سبت اساسا الايقاع، لو سبت الايقاع الناس بتحس بان الميلودي مش مظبوط. هنعمل تجربة عملية دلوقتي كده. هنعزف دلوقتي مقطوعة ناقصة بيز، وهنعمل البيز بيرغي، وهنعمل بيز تاني ماشي صح. فهنسمع الاول البيز اللي بيرغي. هنسمع بقى دلوقتي البيز جيتار لما هيمسك نوتة بسيطة جدا واللي هي الكورد، اساس الكورد، وهيعزف مع الايقاع ببساطة من غير تعقيد. Thank you.
القاعدتين دول مهمين جدا عندي في ان انا اما بيعزف بيس عشان البيز يطلع حلو ويمشي مع بقيه شغل الفرقه. طيب في حاجه كمان مهمه جدا، بلاش اعزف اوتار مفتوحه. احنا خدنا ان الجيتار بيبقى فيه اوتار مفتوحه ممكن تعزفها، فلو انا هعزف نغمه السول مثلا اوعى تعزف الوتر المفتوح دوت، لان هيدخل او المي هتدخل في النوتة اللي بعدها، فمش هتديني نفس الهارموني اللي الراجل عايز يسمعه. تاني حاجة ان كمان النوت لما هتبقى معايمة كده خالص وماشية مفيش اي رابط، الايقاع ما بيربطش مع بعض، فبلاش نوت مفتوحة خالص، كل حاجة لازم تكون ممسوكة بفريت عشان انت اللي تتحكم في طول النوتة بتاعتك، وما تسيبش النوت سايحة على بعضها. يعني ما تسيبش صباعك وتلعب اللي بعدها معاه زي الكوردات بتاعت الجيتار مثلا، محدش هيسمع كده من البيس خالص. ده اللي انا متوقعه ان انا اسمعه من جيتار البيز. تاني حاجة، الجيتار البيز معمول بيز لغرض، مش معمول كده يعني عشان يعني فانتازية، لا هو معمول بيز عشان دي النوت الغليظة، اوكتاف اقل من الجيتار واكتاف اقل من الات موسيقيه كتير عامله زي الايد الشمال بتاعه البيانو، فهي دي اللي بتمسك لي الايقاع قريبه من صوت البيز درام بتاع الطبله. فلما انا اجي اسيب كل دوت واروح جاي له من هنا عامل نفس النوتة، انا ما غلطتش، يعني انا عملت نفس النوتة، بدل الدو اللي هنا عملت الدو دي وابتديت اعزف بقى من هنا. سول لا وعملت نفس جيتاريست وابتديت اعزف البيز من هنا، فالبيز لما هعزفه من هنا مش هيبقى بيز خالص، انا كده بوظت وعملت دوش على بقيه الالات وانا وظيفتي هنا. سامع الفرق بين الاثنين؟ فرق كبير جدا بين النوتين، واحده بتمسك الايقاع بتاع الاغنيه والتاني ما بيمسكش حاجه خالص. ودلوقتي معاد الجيتار.